خروج مظاهرات في مدن عزاز والباب وجرابلس تنديدا بالقصف الذي تتعرض له مناطق الشمال السوري. اغتيال القيادي السابق في الجيش الحر ياسر الدحلة على طريق الحسكة دير زور جراء اطلاق النار على سيارته، وعشيرة البقارة تتهم قواته بجيب الوقوف وراء الاغتيال. مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين جراء قصف جوي من طيران النظام الحربي استهدف مدينة سراقب جنوب أدلب وقرية البوابية بريف حلب. وكالة تاس الروسية تقول إنه من المتوقع أن تبرم موسكو وأنقرة اتفاقا لإطلاق منصة إلكترونية تهدف لتسهيل وتحفيز التبادل التجاري بين البلدين. اللاعب الألماني مسعود أوزيل مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي يتعرض لهجوم مسلح بالسكاكين في العاصمة البريطانية لندن دون أن يصاب بأي أذى. الخطوط الجوية البريطانية تعلن استئناف رحلاتها من وإلى مصر بعد تعليقها مدة 7 أيام لإجراء احترازي ومزيد من التقييم. مئات المتظاهرين في هونغ كونغ يتجمعون عند مطار المدينة لمطالبة الحكومة بإلغاء قانون تسليم المطلوبين إلى الصين نهائياً.